المغرب يحتضن أول اجتماع لوزراء الدول الإفريقية المتوسطة بالرباط. قرر وزراء الدول الإفريقية الأطلسية خلال اجتماعهم في نيويورك أمس الجمعة عقد الاجتماع الوزاري المقبل في الرباط خلال الربع الأول من سنة 2023. وفي الإعلان المعتمد عقب اجتماع رأسه وزير شؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغرب المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، جدد الوزراء تأكيد إرادتهم السياسية المشتركة، كما تم التعبير عنها في إعلان الرباط 8 يونيو الماضي، من أجل جعل الفضاء الإفريقي الأطلسي منطقة يسودها السلم والاستقرار والازدهار المشترك. كما رحبوا بإحداث الأمانة العامة الدائمة للمسلسلة ومقرها الرباط المكلفة بتنفيذ قرارات الدول الإفريقية الأطلسية، مشددين على أهمية تحديد نقاط تركيز من أجل تسهيل التشاور والتنسيق وإعداد القرارات المشتركة وفق مقاربة توافقية وتشاورية. ووجه الوزراء في هذا الإطار الدعوة إلى الأمانة الدائمة ونقاط تركيز لمواصلة عمل التنسيق والتشاور من أجل تنمية برنامج العمل في أفق تقديمه للمصادقة خلال الاجتماع الوزاري المقبل. وأشار الإعلان من جانب آخر إلى أهمية مشاركة الدول الإفريقية الأطلسية في أشغال المجموعات الموضوعاتية الثلاثة المحدثة بموجب إعلان الرباط والمتصلة بالحوار السياسي والأمن والاقتصاد الأزرق والربط البحري والطاقة والتنمية المستدامة والبيئة. نشكركم على حسن المتابعة.